والغريبة والتناقض. والعلماء بقولوا التناقض دليل الفساد. قال خلوا السلف ودي فترة انتهت. بعد ذاك جاء قال لنا أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي ده في سنة كم؟ ما سلف؟ قال والأمة سلمت. قال لي مذهبين الأشعرية والماتوريدية، أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي. سلف ولا ما سلف؟ لكن سلف سيء. إلا أبو الحسن الأشعري تاب وخلى المذهب بتاع المعتزلة ثم مذهب الأشاعرة ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فزول ده داير يخلينا نخلي المذهب بتاع السلف ونمسك في شنو؟ نمسك في جماعة دين. قال البدل هو نفس الشيء. أنا ما أعرف الزول ده، أنت واعي؟ الطاقية دي فيها حاجة ما ياها ولا شنو؟ البدل نفس الشيء كيف؟ مثلا أديك مثال، التراب بدل شنو يا أخوانا؟ بدل الموية، بدل الوضو لما يكون ما في موية، صح ولا ما صح؟ هل التراب يهو الموية؟ أنت كده أخوة خط الطاقية هنا يمكن تفهم شوية. طيب قال أرجع إحياء الدين أبو بكر اكتفى من الأعراب بلا إله إلا الله في صحيح البخاري. لما جاء عمر رضي الله عنه لأبو بكر قال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس الحديث. فأبو بكر قال له لأقاتلن من فرق بين الصلاة وشنو والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤتوه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليهم.